الوقوف على آخر التطورات في القصير، ينضم إلينا مراسل الأخبار من هناك معين درغام. مساء الخير معين، وماذا تضيف على ما ورد في التقرير؟ مساء الخير إليك لما ولكل مشاهدي الفضائية السورية. تتابع بواسل الجيش العربية السورية عملياتها العسكرية بملاحقة الإرهابيين في مدينة القصير في إطار المرحلة الثانية، فقد نفذت قواتنا الباسلة عمليات دقيقة ونوعية في الحارة الشمالية والغربية من مدينة القصير، فقد استهدفت صباح اليوم عددا من أوكار الإرهابيين في المنطقة الغربية وقضت على العشرات منهم، كما تقدمت على عدة محاور وخاصة المحور الغربي الشمالي، كما رصدت أخبار كاميرا التلفزيون العربية السوري، ودمرت عددا من مقرات الإرهابيين والتي تحتوي على مستودعات للأسلحة والذخيرة، كما دمرت عددا من الأنفاق والمتاريس التي أقامها الإرهابيون. وفي الريف تمكنت قواتنا المسلحة بعملية نوعية ودقيقة من تدمير رتل من السيارات بما فيها من أسلحة وذخيرة على محور تحرك الإرهابيين بين الضبعة والقصير، كما تمكنت من تطهير بلدة الجوادية بريف القصير الشمالي الغربي. ولنضع المشاهدين في صورة الوضع والعملية العسكرية لقواتنا الباسلة، فبلدة الجوادية تقع إلى الغرب من مدينة القصير وتفصل بينها وبين القصير بساتين واسعة. طبعا الجوادية تقع إلى الجنوب من عرجون التي تم إعادة الأمن والاستقرار إليها مساء أمس. فالجوادية بعد أن قامت بواسل الجيش العربي السوري بالسيطرة عليها بدأت ينحصر الإرهابيون ضمن البساتين والحارة الشمالية والمتعارف عليها بحي التركمان، فلذلك شهدت اليوم اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة وتم القضاء على عدد كبير من الإرهابيين بين بلدة الجوادية والبساتين والحي الشمالي، كما تتابع ملاحقتها لفلول الإرهابيين في البساتين المحيطة. وفي إطار محاولاتها اليائسة لإنقاذ ومؤازرة الإرهابيين في القصير، حاولت مجموعة إرهابية التسلل من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر موقع السرحانية، ولكن بواسل الجيش العربي السوري كانت لها بالمرصاد. ونكذب ما تبثه قنوات التضليل بأن ما يسمى لواء التوحيد الإرهابي قد اشتبك مع قواتنا الباسلة في أطراف مدينة القصير، وهذا الكلام لا صحة له إطلاقا، وهم لا يجرؤون على ذلك لأن بواسل الجيش العربي السوري لهم بالمرصاد. طبعا ونحن على أرض الواقع ونرصد الواقع كما هو، وكما شاهدتم كاميرا المركز الإخباري تجولت في مدينة القصير وتشاهدون دائما كيف بواسل الجيش العربي السوري تدك معاقل الإرهابيين. إليك لما. نعم معين درغام، كنت معنا من القصير، شكرا جزيلا لك. ضمن عملياته وخططه